لما كنت صغير علمني والدي إذا ما حددت نيتك قبل الصلاة فصلاتك باطلة، إذا ما حددت نيتك قبل الحج فحجك ماله صحيح، إذا ما حددت نيتك قبل الصيام فصيامك ماله صحيح. ولما تعلمت الإدارة لقيت كمان إنه بعلوم الإدارة الحديثة لكل شيء في إله ميشن. الميشن هي مثل النية، هي غايتك من العمل. فلكل تخطيط لكل خطة لازم يكون في عنا نية محددة تماما، نحن شو نيتنا من هذه الخطة. ولكل هيكل تنظيمي ولكل منصب وظيفي لازم يكون في نية واضحة جدا، نحن شو غايتنا من هذا المنصب الوظيفي. ولكل إجراء وكل عمل يجب أن يكون عنا نية واضحة جدا. وكمان لكل موظف لازم نعرف أنه هذا شو نيتنا أنه جبناه على الشركة، شو لازم يعمل. وكذلك عمليات الرقابة والقيادة. فالسؤال يا ترى، أنا كشخص كمان عم حط نية لحالي من الصبح شو ناوي أعمل، ونية لحالي شو ساوي لازم أعمل يوميا شهريا سنويا وغاية حياتي. إذا ما حددت النيات بدقة فيمكن حياتي كمان تكون باطلة. هذا صبحي أخبيك، حييكم من دبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.